ايوه استاذ، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا اهلا بحضرتك. انا ممكن بس اسال الشيخ في سؤال كده؟ اتفضل طبعا، بس باختصار شديد يعني. اتفضل. انا عندي بنت عندها 23 سنه، وبسبب القوانين ديت، طبعا حضرتك عارف القوانين في مصر عامله ازاي. قعدت احاول اراضيها، انا طبعا منفصل انا ووالدتها، فبحاول اراضيها لغايه 15 سنه، وبعد ما وصلت 15 سنه ما بقتش اشوفها من سنه 2010 لغايه دلوقتي انا ما بشوفهاش. وامان الله بامان الله، انا والدتي توفت في 2012، تمام الله يرحمها. فكان نفسي اشوفها. انا من ساعه ما والدتي توفت وانا وصيت ان انا حصل لي حاجه بنتي ما تخشش البيت تاني. جدع، انت اسمك ايه؟ لحظه مولانا، انت منين بس الاول؟ ما انا هقول لحضرتك، بس انا بسال بس حضرتك دلوقتي. انا قلبي مش واحدة. قادر طب. مش قادر يعني يحس بيها خالص. فهل عليا وزر؟ انت اسمك ايه بقى؟ استاذ محمد. الاستاذ ابشي محمد. سيدي محمد، انا اعرف الناس توصي على جاتوه وتوصي على تورته، لكن اول مره اشوف واحد يوصي على النار. ما انا انا حضرتك 23 سنه ما خدتهاش يوم في حضني. ولو ولو مالكش الوصيه، هذه وصيه باطله. ومش اسمعني. قلبي مش قادر يصفلها سيدي محمد، وهي دلوقتي كبرت واتخرجت. سيدي محمد، بس بنتك يا استاذ محمد. سيدي محمد، ما انا بقول اتفضل يا مولانا. بالله عليك اسمعني يا استاذ. ما بنتي انا عندي، انا واحد عندي 50 سنه دلوقتي، ربنا يديك الصحه. طب انا 23 سنه ما خدتهاش في حضني. هسالك طب سؤال. اتفضل. لا قدر الله، لا قدر الله، ربنا يحميها يا رب ويعني ويهديها لك. لو النهارده سمعت اي مكروه حصل لها، هتجري عليها ولا لا؟ اقول لحضرتك بامانه، ما تقوليش لا، ما تقوليش. مش عارف. هتجري عليه؟ لا مش عارف والله. هتجري عليه؟ انا مش طبيعي، مش طبيعي. انا عندي ولاد تانية وكبار وكل حاجه، وانا من طبعي ان قلبي ضعيف بالنسبه لاولادي، بس دي مش عارف والله. هتجري عليه؟ توفت يا سيدي، وانا مش عارف اصفى يا سيدي محمد. حاولت اتصل بيها بكافه الطرق، كافه الطرق اللي حضرتك تتخيلها. طب انت هتسمعني ولا مش هتسمعني؟ اتفضل يا مولانا. انا عايز اقول لك ان انا اكاد اكون شايفك دلوقتي وانت بتتكلم، والدمعه هتفر من عينك حبا على ابنتك التي اتمنى من الله في هذه الساعه المباركه، اخر ساعه بين العصر والمغرب، ان تكون تسمعني، وانا اعلم انها ساعه اجابه. وعايز اقول لك اسمعي صوت الاب الذي يبكي قلبه قبل ان تبكي عينه على فراقك، نفسه يشوفك، لا يريد منك مالا ولا يريد منك جاها ولا يريد منك شيئا، هو يريد أن يحتضنك، يريد أن يشعر بأبوته. وأنا بقول لك تاني وتالت، أنت في خير ما دام هو في خير في الحياة. الحقيقة قبل ما يغادر الحياة أسأل ربنا يديله العمر المديد والأجل السعيد. لكن يا سيدي محمد، عشان أنا بحبك ومش عايز النار. هو استاذ محمد معانا ولا الخط فصل؟ ايوه حضرتك يا فندم. استاذ محمد، ممكن تسيب لنا رقم تليفونك في الكنترول؟ اوعى الوصيه دي تنفذها بالله عليك، اوعى الوصيه. لا معانا معانا. واي حد يسامع الاستاذ محمد، مراته الثانيه، ولاده، لا قدر الله ان سبق حكم الله، ان سبق حكم الله، بالله عليكم إن سبق حكم الله، اوعوا تنفذوا الوصية دي. وأنا بقول الكلام ده لكل الناس، أنا بقول لكم أنا واحد من الناس. أبويا كان موصي على إحدى إخواتي، وكنت في غاية السعادة لما جات له النهاردة وقبلته واحتضنته. ويعني بعد ما كان بيقول قيل وقال، وجدت روح الأب، وجدت عين الأب. وهي لو دخلت عليه دلوقتي هيبقى في حتة تانية خالص. أي أب يوصي بكده بيوصي بالنار. واي وانا بزعل جدا لما اكون في جنازه واقول لك لا فلان ما يخشش علشان موصي، لا ده هو موصي بقطع الرحم. انت لو بتحب الميت اجعله يصل الرحم، خليه يخش في حضنه. والله يا ساده، من منع رحما من رحمه او من صله رحمه سيمنعه الله من ارثه يوم القيامه. يا سيدي محمد، انا عارف ان قلبك بينفطر على بنتك، اللي انا اسال ربنا يردها اليك مردا جميلا يا رب، يا رب بحق هذه الساعه المباركه. أمين يا رب. أمين. لكن انا بقول لك عشان خاطر ارجع في كلامك وتوب الى الله واستغفر، وبدل ما تقول كده انا عايزك تسجد لله كده وتقول اللهم ردها الي مردا جميلا، يا رب يردها لك. وبجد
انت مثال للاب الجميل اللي اتمنى يا رب يكون البرنامج ده صوت ولو بسيط ان هو يقدر يرجع لك إن شاء بنتك الله لو إن شاء تنظر اليك الله نظرة. إن شاء الله بإذن ربنا الله يبارك فيك. إن شاء الله.